هلا يا مرحبا فيكم مشاهدينا بحلقه جديده من برنامج صباحكم، ساعه ونص فيها مواضيع كثير مهمه وتهم الاسره العراقيه، ودائما نقول لكم خلوا صباحكم يبتدي ويانا. طبعا هذه الايام احنا اللي يعني بشهر التاسع ايام دائما تكون انشغاليه للبنات اللي عندهم يعني بعد فتره الزواج، تعرفون بالعراق فرحه الزهره الكل يتزوج، حتى زميلنا احمد هادي هم حضر هذا الموضوع، فشباب وهذه التحضيرات هسه جاريه، فاليوم راح يكون عندنا ضمن الحلقه تفاصيل ومعلومات تفيدكم، يعني دردشه ندردش ونعطيكم التجارب الشباب اللي مجربيها، ف نتمنى أنه نقدم لكم معلومات لطيفة. بس نبدي من عندكم خبر. مشاهدينا نبدأ أول الأخبار من ملف الكهرباء، حيث أعلن قائم مقام قضاء الرطبة في الأنبار عماد الدليمي عن إنجاز أعمال الربط الكهربائي مع الأردن بعد نصب 132 محطة وتسليك الخط بالكامل إلى محطة الرطبة الثانوية، مبينا أن الخط جاهز فنيا وبانتظار تطبيق الاتفاقات مع الجانب الأردني. أشار الدليمي إلى أن تجهيز الكهرباء من الجانب الأردني إلى قضاء الرطبة راح يكون نهاية الشهر الجاري، لافتا أن ذلك راح ينهي معاناة الانقطاع التام التي دامت لعدة سنوات في هذا القضاء. وليس ببعيد عن ملف الكهرباء، أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل توفير التخصيصات اللازمة لموظفي الوزارة من قراءة المقاييس، وذلك لتثبيتهم على الملاك الدائم في الوزارة. أشار الوزير إلى أن وزارته وبعد تشغيل قراء المقاييس من قرار رقم 341 إلى عقود ووفق قرار 315 لا زالت تدعم مطالبهم بالتثبيت، وأعدت مخاطبات رسمية للجهات المعنية بتحويلهم إلى الملاك الدائم. وأعلن وزير الإعمار والإسكان والبلديات بنكين ريكاني عن فتح العطاءات الخاصة بخمس مدن سكنية جديدة في خمس محافظات، وهي بغداد، كربلاء، الأنبار، نينوى وبابل، مضيفا أن هذه المدن تتضمن أنشطة أخرى لذوي الاحتياجات الخاصة ووحدات خاصة لهم، وهي تنفذ لأول مرة في العراق منذ ثمانينات القرن الماضي. ريكاني أوضح أنه تصاميم المدن مختلفة وتتنوع بين الوحدات السكنية العمودية والأفقية، وهي بدرجات بناء مختلفة وبمساحات كبيرة ومتوسطة وصغيرة وذات خدمات كاملة وتتوفر لجميع شرائح المجتمع، مبينا أنه كلفة المدن الجديدة تقدر بمليارات الدولارات وتعتمد على العطاءات. وأخيرا أعلنت وزارة البيئة أنها استكملت الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التلوث البيئي لغاية العام 2028، مؤكدة أن هذه الاستراتيجية تعتبر نقطة تحول مهمة باتجاه رؤية عراقية واضحة لخطورة تحدي مواجهة التلوث البيئي، لا سيما تلوث الهواء والمياه والتربة وانعكاسه على الصحة العامة. بينت الوزارة أن تلك الاستراتيجية هي رؤية وطنية متقدمة لوضع آليات عملية وفاعلة للحد من تأثير التلوث البيئي وانعكاساته على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتا إلى أنها تضمنت خطط قطاعية تنفيذية واجبة على كل قطاع من قطاعات الدولة ووفق سقوف زمنية. مشاهدينا من آخر الأخبار خلينا نشوف شنو أخبار الحالة الجوية في نشرة الطقس. Thank you.
إذا مشاهدينا الآن نروح نشوف حركة سير المركبات في شوارع بغداد. مشاهدينا احنا نشاهد كثير صناع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي يقدمون محتوى هادف، سواء كان محتوى فني او علمي او حتى حرفي، وصار اصحاب المواهب يستثمرون هذه المواقع لنشر اعمالهم وفنونهم، منهم الخطاطين اللي ايضا كان لهم دعم خاص من منصة يوتيوب. طبعا قامت منصة يوتيوب بتغيير شعارها ليصبح مكتوبا بخطوط متداخلة بشكل جمالي ومصمم بطريقة يدوية لدعم قنوات صناع محتوى الخط اليدوي العربي، وعلقت بمنشور: ندعوكم للانضمام إلى صناع محتوى ينشرون فيديوهاتهم عن فن الخط ويسلطون الضوء على هذا الفن العريق الذي يلفت الأنظار. طبعا على هذا الموضوع، ومن بين احنا نتكلم عن العراقيين الموهوبين والمحبين للخط العربي، مزهر الكناني اللي بدا ولعه في الخط العربي والزخرفه عندما كان في المرحله الابتدائيه متاثر باخيه الاكبر، واستمر في شغفه هذا طيله 40 عام. راح نتعرف على الخطاط مزهر الكناني في تقرير الزميله. شكرا. حقيقة بداياتي كانت منذ المرحلة الابتدائية، يعني شغفت بالخط العربي من خلال وجود أخوي الأكبر الدكتور عبد الرزاق الكناني، وكان أعسر يكتب باليد اليسرى. مارست ويا أخوي عبد الرزاق كتابة اللافتات، أنا طبعا طبيعتي أنا أكتب باليد اليمنى، فمن خطيت ويا رأسا لزمت الفرشة باليسرى وكتبت باليسرى. أكثر الخطوط هو خط الثلث لصعوبته ولجماليته، ولا يعد الخطاط خطاطا الا اذا اجاد خط الثلث. بعد ذلك يبدا خط النسخ اللي هو خط المصحف الشريف، واكثر اللوحات بالمسابقات وما يعني يتبارى به الخطاطون هو خط الثلث والنسخ. الشعب العراقي يحتاج لثقافه في الفن الخط بالذات، والله اقول الله الله بالخط العربي، تراثنا وتاريخنا هذا وقبلة الناس، احنا العراق قبلة العالم الاسلامي الخط العربي. اكيد هي طبعا مسألة اختيار اللون تابعة للاسلوب، انا الاسلوب اللي اشتغل به هو الاسلوب الاسلاميات. اسلوب الاسلاميات يعني يحب الشذريات، يحب الزراقات، يحب البرتقالي. النسخ اللي هو خط المصحف الشريف يكون ناعم ودقيق ومقروء جدا سهل، يخضع الى قوانين ترقيمية والى قوانين يعني توقيفية بالخط. وبعد ذلك يبدأ الخط التعليق اللي هو يسمى بالفارسي وإنما هو خط التعليق، كتبت به المدرسة البغدادية بإجادة تامة، وللأتراك أسلوبهم والإيرانيين أسلوبهم أيضا. وخط الديواني اللي هو كان يعتمد في ديوان الهمايون بالنسبة للدولة العثمانية، تكتب به المراسلات والكتب الرسمية، وللأتراك أسلوبهم طبعا في الخط الديواني، والمدرسة البغدادية تميزت بجمالية الخط الديواني وقياساته الأنيقة. يعني صراحة أول شيء نشكر الزميلة شكران على إظهار الخطاط الكبير المهم الأستاذ مزهر الكناني. وأصلاً أكو نقطة مهمة، أنه أحياناً صاحب الفن يستسلم من أول مشكلة، لكن أكو ناس قدروا يحققون من هذا الفن أشياء مهمة تقدر تخليهم يستمرون، من ضمنها هي التسويق لنفسه بطريقة صحيحة، والفائدة المادية المردود المادي لازم يكون صحيح بحيث يقدر يستمر بهذا الفن. إحنا اليوم بحاجة إلى إعادة هذه الفنون إلى الواجهة مثل ما كان سابقا، وهذا مسؤولية الجميع، مو مسؤولية بس الخطاط أو مسؤولية الحكومة أو لا، لأن إحنا خلينا إحنا نشتغل يعني كشعب المفروض يشتغل.
سابقا كانت المحلات كلها بالخط العربي، يروحون ابو المحل يروح للخطاط يسوي له خط حلو ويسوي له لوجو ويسوي له شيء. واجهات المحلات واجهات تصير كلش لطيفه وكلش جميله ويعني انيقه. يعني اليوم احنا ابتعدنا عن هذا الموضوع، في حين اصلا البلدان الاخرى قامت تستخدم اللوجوات بخط عربي، وحتى بالازياء الخط العربي موجود. لذلك احنا نتمنى انه ترجع هذا الموضوع، ونشكر ايضا الزميل بلال على تصويره بهذا الشكل الجميل والرائع. إذن مشاهدينا نروح فاصل نرجع لكم. مشاهدينا، قبل أيام أعلنت الحكومة عن انطلاق مشروع تطوير ساحة النسور في العاصمة بغداد. المشروع الضخم من المؤمل أن يكون أحد الحلول الناجحة لحل مشكلة ازدحامات في شوارع العاصمة. مشروع تطوير ساحة النسور يتضمن إنشاء نفق أول بطول 490 متر يربط بين شارع الأردن وشارع القادسية، وإنشاء نفق ثاني بطول 535 متر يربط بين شارع يافا وشارع بيروت، وبالإضافة إلى نفق بمسافة كيلومتر يربط بين شارع بيروت وشارع يافا بعمق حفر يصل إلى 16 متر تحت مستوى سطح الأرض. وأيضا إنشاء مجسر النسور بطول 890 متر يربط بين شارع دمشق وشارع محمد مهدي الجواهري مع مجسري الاقتراب صعودا ونزولا بطول 300 متر، وكذلك توسعة الشوارع المحيطة بالساحة. طبعا احنا قاعد نتحدث عن هذا الموضوع احنا في فقرتنا في أحد الحلقات، كذلك استضفنا المتحدث الرسمي باسم الوزارة وتحدث أكثر عن هذا الموضوع، ولكن احنا من خلال برنامج صباحكم نريد نكون موجودين بأرض الواقع. الزميل علي مروان راح أكيد يزودنا بتفاصيل أكثر عن ساحة النسور، ينضم ويانا. يسعد صباحك علي. نعم، صباح الخير ديما، صباح الخير بلال، صباح الخير على كل مشاهدي يو تي في. مثل ما ذكرتوا اليوم احنا موجودين ضمن مشروع تأهيل ويعني بناء مجسرات وأنفاق في ساحة النسور في وسط بغداد. هذه المكان والمنطقة الاستراتيجية اللي تشهد كثير من الزحامات خاصة بأوقات الدوام. وزارة الإعمار والإسكان أشرفت على مشروع يعني بناء المجسرات، قرابة المجسرين وأيضا ثلاث أنفاق راح تكون وراح تمر من خلال ساحة النسور، إن كانت من فوق هذه الساحة أو أنفاق يعني تمر من أسفل هذه الساحة تربط بين مناطق عديدة. هذه المناطق يعني فيها كثير من الدوائر الحكومية، بها كثير من الوزارات، بالتالي راح يكون زخم كبير بهذه المناطق. حتى نتحدث أكثر عن هذا المشروع، نتحدث عن تفاصيل هذا المشروع وأيضا الخطة العمل اللي راح تكون موجودة وباشروا بها تقريبا قبل شهر من الآن. ينضم معنا الأستاذ نبيل الصفار المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان حتى يحدثنا أكثر عن هذا المشروع. صباح الخير عليك أستاذ نبيل. أهلا وسهلا، تحية طيبة لحضراتكم وإلى قناتكم الكرام. أهلا وسهلا أستاذ نبيل، حدثنا أكثر عن مشروع ساحة النسور. نعم. شنو هذا المشروع؟ شي يضم منين راح تمر هذه المجسرات وأيضا الأنفاق المقرر؟ نعم. بناءها وتواجدها بساحة النسور. حقيقة هو هذا واحد من أهم مشاريع الحزمة الأولى الخاصة بفك الاختناقات المرورية اللي تم الإعلان عنها مؤخرا. هذا المشروع طبعا هو يعني من المشاريع المهمة ومن أعقد التصاميم حقيقة تنفيذا وتصميما. راح يتضمن إنشاء ثلاثة أنفاق، راح يتضمن إنشاء مجسرين، واحد فوق السكة الحديد باتجاه جامع أم الطبول والآخر من شارع دمشق باتجاه شارع محمد الجواهري، بالإضافة إلى وجود ثلاثة أنفاق ما بين شارع بيروت وشارع يافا وبالعكس ومن شارع الأردن إلى القادسية. الأعمال حقيقة تجري مثل ما تشوفون يعني بشفتات متتالية لغرض إنجازها ضمن الفترة الزمنية المحددة اللي تم وضعها، وهو قلت لك من المشاريع اللي يحظى بأولوية واهتمام كبير من قبل سيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة.
تم احالته الى احدى الشركات الصينيه الرصينه حقيقه. هذه الشركه معروفه باعمالها المماثله في انشاء الطرق، انشاء الانفاق، انشاء السكك، انشاء البنى التحتيه، وان شاء الله ينجز ضمن الفتره الزمنيه، وراح يؤدي الى تخفيف الزحامات المروريه اللي موجوده في هذا التقاطع الحيوي المهم. استاذ نبيل، كم هي الفتره الزمنيه المقرره لاكمال هذا المشروع؟ نعم، بموجب ما يعني تم اعداد التصاميم والجداول الكميات، فان شاء الله هو من المؤمن ينجز خلال 550 يوما. تم البدء تقريبا قبل حوالي شهر، احنا سبقته قبل هذا اكيد، يعني انجاز اعمال المسوحات واعمال فحص الركائز التجريبيه وتهيئه الارض لهذا الموضوع. في حال صادفت المشروع، صادفت المهندسين ايضا مجموعه من العراقيل مثلا اثناء تنفيذ هذا المشروع، في حال هناك بنى تحتيه مثلا يعني ضعيفه تقريبا او مجاري او كذا، كيف ممكن ان تتعاملون؟ احنا طبعا هو اكيد كانت هناك تعارضات كبيره في هذا الموضوع، يعني حتى احنا استخدمنا المسوحات الراداريه في اكتشاف شبكه كبيره من الانابيب والماء اللي موجوده تحت الارض، تعرف ثلاث انفاق، يعني معناته انه انت شغلك كله راح يكون تحت الارض. اكيد متوقعين انه هناك يعني اعمال ايجاد تعارضات، لكن ان شاء الله كلها ستحل وينجز المشروع ضمن التوقيتات الزمنيه المطلوبه. طيب بالنسبه لرصانه المواد المستخدمه لهذا المشروع، يعني قلت لك هي شركه صينيه تم اختيارها وفق تاهيل مسبق، هي احدى الشركات الصينيه اللي يعني معروفه بانجاز مثل هكذا اعمال، وبالتاكيد هو وفق احدث المواصفات العالميه يجري العمل بهذا المشروع. طيب كيف راح تتعاملون مع الزحامات اثناء فتره التنفيذ؟ اكيد تشوف حضرتك الاعمال جاريه، لكن ما راح يكون هناك قطع، وهذا اسوه بكل المشاريع اللي موجوده كلها، تم انه لازم من يعني نوفر لها طرق بديله حقيقه، لان احنا ما معقول نسوي يعني نسوي مشروع لفك اختناقات ونسوي زياده بالاختناقات، لكن ان شاء الله هي فتره مؤقته، وهي مثل ما وصف السيد الوزير جرعه دواء مر ان شاء الله، لازم يعني ناخذها حتى نتعافى من موضوع الازدحامات وكثره السيارات اللي موجوده في بغداد بصوره خاصه. نعم، شكرا لك استاذ نبيل الصفار، متحدث باسم وزاره العماره والاسكان. اذا هاي كل تفاصيل مشروع تطوير ساحه النسور وبناء تقريبا مجسرين وايضا ثلاثه انفاق في هذا المكان. نتمنى ان تكون هذه الفتره الزمنيه المقرره هي فعليا يعني يتم انجاز هذا المشروع خلال هذه الفتره، رغم العراقيل اللي ممكن ان تحدث خاصه مع وجود بنى تحتيه ممكن تكون ضعيفه لقدم هذه المنطقه، لكن الخطه الموضوعه كلها يعني ملائمه وتلائم كل ما علي في هذا المكان. علي، يا ريت تعرفنا على الوضع بهذه المنطقه. طيب، انت حاليا موجود، يا ريت نعرف اذا تسمعني وضع الزحامات اللي موجوده حولك. لو ماكو ما تسمعني، ما ادري يسمعني علي، مع الاسف ظاهر الازدحام مو بس اي بس احنا قاعد نشوف اكو ازدحامات، صح اكو طرق بديله هم مسوين، ولكن الازدحامات موجوده بس اكو لا نقطه. لا ديما ازدحامات حقيقيه، مو انت تدري شنو يعني، كان هذا الطريق اللي يجي كان خلينا نقول اللي يعبر 10 دقائق ربع ساعة، الآن ايش قد هسه يعبر الساعة وشوية بس حتى يعبر هذه المنطقة. نرجع لعلي. علي، سؤال مهم لازم نسأله، يعني هسه أنت بوقت تقريبا ما بي المفروض ما بي ازدحامات حاليا، هيك وقت احنا يصير شارع خفيف ومريح وما بي زخم، بس أريد توصف لي الوضع شنو هسه حاليا بالنسبة للطرق اللي يمك. نعم بلال، يعني بأوقات الدوام أكيد يكون زخم بهذا المكان، خاصة أنه هو مؤدي إلى كثير من الدوائر الحكومية، كثير من الوزارات، بالتالي راح يصير زخم بهذا المكان، لكن رجال المرور أيضا متواجدين بهذا المكان يحاولون أنه يكون الطريق سلس أمام العجلات لمرور العجلات ولمرور الناس من هذا المكان، وأيضا كل الموجودين يعملون على سهولة مرور العجلات بهذا المكان، بالتالي كل هذا اللي يصير هو لصالح المواطن أيضا، لصالح كل العراقيين، أنه يكون هذا الطريق يعني ممكن أن أي شخص يمر من خلاله، حتى بأوقات الدوام ممكن أن يكون هذا الطريق سهل المرور، مو مثل ما كان سابقا يكون زخم كثير بهذا المكان. هذا المشروع أعتقد إذا اكتمل، حتى الأستاذ نبيل الصفار ذكر أنه بعد اكتمال هذا المشروع راح تكون هذه الساحة ساحة النسور، وأيضا الطرق المؤدية إلى ساحة النسور والمناطق ما بعد ساحة النسور ممكن تكون بزخم أقل بكثير مما هي عليه الآن وعليه بالأيام السابقة أيضا. نعم نعم.
طبعا علي شكرا لك لهذه التغطية. طبعا من ضمن الأمور المهمة احنا مثل ما ذكرنا هذا الموضوع جدا مهم، وهي خطوة جدا مهمة لفك هذه الاختناقات، وهي ضمن الحزمة الأولى، واكيد احنا راح نكون دائما على ترقب وشنو الأشياء اللي راح تكون موجودة، واكيد بلال لأن دائما حريص على يحسب لهم الأيام. أنا قبل طبعا نسيت أنسى أسأل علي يعني على الجادرية، بس البارحة مريت بجسر الجادرية بالليل لقيت بعدهم دا يشتغلون، بعد الشارع مقطوع بعد يعني فعلا ما صار مثل ما أنت ذكرت. لا والله بعد ما صار، احنا طينا 5 أيام هسه خلص يوم، بقت 4 أيام بلكي يقدرون يوصلون نتيجة. تتوقع راح يقدرون؟ بس بصراحة العمل ممتاز يعني، يعني أنا كجمهور دا أحكي، مو دا أحكي لا خبير ولا شيء، بس يعني الطسة هذه اللي كانت قبل كلش قوية مدمرة هسه أفضل يعني صارت. يلا الحمد لله، أكيد احنا بالأخير نشكر جهودهم لأن بالأخير هم قاعد يحاولون، وحتى زين يعني دا 30 يوم على طسة كل زين، إن شاء الله الأيام القادمة نشوف مشاريع أقلها أحسن ولا شيء. لا لا طبعا طبعا بس قبل ما نختم هذه الفقره اريد بس نشكر علي، واكو نقطه ذكرها اللي هي المرور موجودين، وبهذا الحال احنا دائما نقول صراحه جهودهم واضحه ومشكورين جدا على هذه الجهود. صدق الله يعينهم يعني على هذا الحر وتحمل هذه السيارات والمخالفات اللي كل هذا فعلا. اذا مشاهدينا باقين وياكم فقرات ومواضيع اخرى لكن بعد الفاصل. رجعنا وياكم مشاهدينا، وصلنا إلى فقرة التواصل، راح نعرف شنو آخر الأخبار والفيديوهات اللي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي من مواقف وأخبار فنية وتقنية. شهدت منطقة العلاوي ببغداد يوم أمس حريق نتج عن عشوائية الأسلاك الكهربائية الموجودة فوق المحال التجارية، وظهر في فيديو مصور نقلته منصات التواصل الاجتماعي مجموعة من الشباب وهم يحاولون إخماد الحريق بواسطة المطفأة لكن دون جدوى بسبب أنها غير مخصصة لإطفاء حرائق الكهرباء. الحريق زاد اشتعاله خلال لحظات وكاد أن يتحول إلى صراحة شيء كارثي لولا إخماده باللحظات الأخيرة. العلاوي أكيد معروف عنها، هي منطقة تجارية وأغلب المحال موجود فيها مواد قابلة للاشتعال، لذلك لابد من الفهم والوعي بالطريقة الصحيحة لاستخدام مطفأة الحريق للسيطرة على مثل هكذا حوادث خطرة. خلينا نتابع الفيديو. هذا الطفاية ما توين؟ أحد ما أقطف هاي شيء؟ إذا ما كمل أرسل ترابك حد. يمكن مو مال كهرباء هذا. هذا مو مال كهرباء. هاي سيدي هذا الطفاية ما توين؟ هاي المناطق نفسها موجودة بهواية بلدان، صح جزء يعني باقية هي خلينا نقول بسيطة باقية، بس ما بيها هذه المشاكل يعني. وأكو نقطة جدا مهمة، لازم يتم تفعيل العقوبات وغيرها للمحلات اللي ما تكون موجودة عندها الأشياء السلامة البسيطة اللي احنا نتكلم عن يعني طفاية حريق تخص الكهرباء، تخص الأمور معينة. لا هو أصلا الأسلاك المفروض تصير بطريقة صحيحة. هسه خلينا احنا نسوي الوقاية بالبداية، هسه مو مشكلة هذا الموضوع يمكن شوية صحيح، بس هو شوية يمكن يحتاج إلى فترة، ولكن إنه واحد ديما دي يصيرون ياهو اللي يجي يخلي واير يمد الواير ما يعرف وين يخلي، صار موضوع عشوائي عادي يعني ما عنده مشكلة وشي فوق شي. أكيد احنا نتمنى لهم السلامة يعني بالأخير. نرجع للباندا، هذا الحيوان الرقيق والمهدد بالانقراض بسبب قلة أعداده، فهو يحظى برعاية خاصة، لذلك الطفل الباندا يتم سحبه من والدته لفترة مؤقتة لفحصه والاهتمام به ثم إعادته إليه.
طبعا خلال هاي الفترة القصيرة تمر الأم في فترة صعبة وطفلها بعيد عنها لشدة تعلقها فيه كونه حديث الولادة. في مقطع فيديو انتشر بكثرة لأنثى الباندا وهي تحتضن صغيرها بطريقة مؤثرة جدا بعد غيابه عنها لفترة قصيرة. نتابع. كثير من الناس يهتمون بشراء ملابس أو مقتنيات شخص مشهور كان يستعملها في فترة معينة من حياته، يدفعون مقابل ذلك مبالغ كبيرة جزء توصل إلى ملايين الدولارات، وبيعها يتم في مزاد عالمي تحضر شخصيات كثيرة مهتمة في الموضوع وسريعا ما يتحول إلى ترند. طبعا آخرها هو خبر طرح كنزة الأميرة ديانا للبيع في مزاد علني نهاية الشهر الحالي، واشتهرت الأميرة بلقطات صورية كثيرة وهي ترتدي كنزتها الحمراء من الصوف والمطبعة بمجموعة من أشكال الخراف البيضاء وبينها واحد أسود، ارتدتها الأميرة عام 1981 بعد وقت قصير من خطبتها للأمير تشارلز، وسعرها قد يصل إلى 90,000 دولار. أغلبنا عندما نريد إرسال الصور المهمة نلتجئ إلى التليجرام لأن بميزة الحفاظ على جودة الصور ودقتها. من هذا المنطلق استحدث تطبيق واتساب كثير من الميزات الجديدة من ضمنها تحسين جودة الصور عند رسالة. هسه يقولون شلون هاي الطريقة؟ يمتش هذا الموضوع. طبعا هاي الميزة موجودة فقط عند الهواتف اللي تحدثت تطبيق الواتساب، وتقدرون أكيد تلقونها بمجرد الدخول على إعدادات تعديل الصور راح يظهر عندكم خيار الـ HD، مجرد النقر عليه راح تظهر دقة الصور اللي أنت تريد تختارها قبل إرسال الصورة. طبعا هذا كان آخر أخبارنا بفقرة التواصل، راح ننتقل إلى موضوع يمكن مقارب إلى نشوف أنه تحولت هم بالتواصل إيه؟ تحولت إلى مواقع التواصل إلى وسيلة رصد ومتابعة حول العالم، وقربت المجتمعات من الشرق إلى الغرب، لكنها رغم ذلك تواجه تهمة عزل الناس عن بعضهم، يمكن لأنها أغلقت الناس من التزاور واللقاءات خلال اتصال افتراضي بضغطة زر. لكن هل فعلا سببت مواقع التواصل عزلة مجتمعية؟ أكيد نحتاج إلى إجابة من الواقع الاجتماعي. غالبا ما يكون عدد الأصدقاء أو المتابعين لك على أي تطبيق من تطبيقات التواصل الاجتماعي هم مجرد أرقام. بعض الأشخاص عندهم 1,000,000 متابع على إنستغرام، لكن عدد أصدقاء بالواقع لا يتجاوزون عدد أصابع اليد. صحيح كما يصف الكاتب علي سام حالا في أحد البلدان الأوروبية بمنشور له على فيسبوك، تحدث بمرارة عن الشعور بالوحدة رغم وجود آلاف من الأصدقاء على منصات التواصل، لكن في الواقع ليس لديك اتصال بهم أو لقاء يجمعكم فيه أشبه بالأصدقاء الوهميين مثل ما هو ذكر أو الافتراضيين. يعني هو العنوان اللي يختصر هذا الموضوع اللي يقول مواقع التواصل حجبت التواصل، وهذا فعلا اللي صار. بعد مواقع التواصل صار ما عندنا أي تواصل حتى بالمناسبات، صار كل شيء عبارة عن فيك ورسائل ما بها أي روح ولا بها أي تفاصيل تحس أنه أكو مشاعر انفقدت. حتى اللي يعني مرات هسه الخاطبين ويعني مقبلين على زواج إن شاء الله بالأيام القادمة، هذه الرسائل الجاهزة يعني ما تأثر، لازم يدزون رسائل هم كاتبيها بالاسم وتحس صار يعزون ويهنون بالرسائل، رسائل جاهزة من جوجل بس صحيح. يكتب شنو اللي المطلوب ورأسا يكتب، فهي تزعل هو يكتب مثلا رسالة مال أصالح حبيبتي
تطلع له فد شيء. عندنا احمد هادي ذاك اليوم دزيت له تقريبا 4 رسائل. زين، اذا راح نتعرف على هذا الموضوع وعلى اجابات كثيره وتاثير التواصل الاجتماعي مع الاستشاريه النفسيه اسماء علي. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا ديما. اليوم احنا بصراحه فقدت هذه لمسه التواصل الحقيقيه بين الناس بسبب التواصل الاجتماعي. اريد نعرف فعلا هو سبب عزله؟ والله يا بلال، أول شيء تحية للكادر يو تي في والمشاهدين أكيد. بالنسبة للسؤال اللي طرحته، أكو فد يعني جزئية تصير عندنا دائما لما نكون داخلين بأماكن، سواء كان اجتماع أو حتى لو كان مكان بندوة أو قاعة، أول سؤال يسألك بالآخرين اللي أنت تكون مسؤول عن وجودهم بهذا المكان، إنه هل إنه هناك شبكة الواي فاي عفوا، هل إنه هناك باسورد يخص الجهاز تبعي. الأدهى من هذا لما تقول له أوكي اترك التليفونات عن جنب وابدي يعني عيش اللحظة اللي إحنا حالياً دريد نسترسل بها إلى معلومات معينة. صدق بلال، الموضوع يعني يتحول إلى كآبة ويبدون حتى ما يقبلون يسترسلون، ما يقبلون يستمعون، ويشوفون أنهم هذا تعدي على حقوقهم. هذا أحد بالضبط. فالجواب على سؤالك، شوف إحنا بصورة عامة حتى إحنا من ضمن ذول الأشخاص والأفراد، إش قد صرنا مدمنين وخايفين من فكرة أنه نبتعد عن التليفون ولو لمجرد دقائق، لأنه ماذا نتحمل إلى ما نشوف التليفون يرن أو التليفون يضوي لإشعار معين. فأكيد أكو هناك ست أسماء، يعني يمكن قاعد تقولين على نقاط، يمكن إحنا أول ما نقعد من النوم دايركت نشوف تليفوناتنا طبعاً هذا الشيء السلبي والغلط. بس خلي نكون واقعين، اليوم أكو البعض يجد نفسه بمواقع التواصل، يعني يمكن هو ما يكون اجتماعي بس أكو شخصية ثانية تكون موجودة مجرد ما هو يلزم التليفون، عنده أصدقاء ويكون يتكلم. بس إحنا اليوم قاعد نتكلم عن إيش قد هذا الشيء ممكن إنه هو يحد أساساً من إنه أنت أصلاً تدخل داخل العالم الاجتماعي الحقيقي مو الافتراضي، وانت اصلا تكون مثل ما ذكر نقطه جدا مهمه انه انت تقوم. نعم. تقوم بالواجب، يعني تروح. نعم. لعزاء، تروح لفرح، تقوم بالواجبات الاساسيه. لما يوصل مرحله الادمان طبعا هاي يعني فقره كلش سلبيه بالنسبه للفرد، فهو فشي مو ايجابي انه انا اوصل مرحله ما اقدر اترك التليفون. فهناك العديد من الدراسات اللي طرحها المدرسين الموجودين بجامعة ليز البريطانية، انه كثير من الاشخاص اللي ادمنوا على هذا الحال هم يعني وصلوا الى مرحلة احساس الشعور الطبيعي، يعني اوكي انا مرتاح والشعور الامن. تمام. بالحديث عن الابحاث اليوم، احنا مش بحاجه ان يكون عندنا بالوطن العربي ابحاث، لان احنا نختلف. أكيد. عن الوطن العربي احنا عاداتنا تقاليدنا الاسره اشخاص وبشر وعقول، واصلا احنا عندنا عقول يعني جدا لا مو فقط هاي، انا اتكلم عن طبيعتنا عادات يعني الطبيعه تختلف، يعني احنا اوكي اكو دراسه بس هو المفروض يتفعل. يتفعل لانه هو علم حديث. شوفي من المهم جدا يا ديما انه نكون واعين على ومدركين على طبيعه التعامل مع هذه شبكات التواصل الاجتماعيه، لانه هي شبكات اصبحت غير امنه بالنسبه للمستخدم. فالقصد من انه غير امنه، هي ما راح تكون امنه انه تحفظ كيان المستخدم اثناء الاستخدام لها. فهل انت بمأمن انت وعائلتك واطفالك؟ اكيد، يعني لانه اصبحت هي نافذه لل شلون نقدر اليوم العالم الافتراضي، شلون نقدر شوية نتخلص من هذه العزلة اللي تخلقها السوشيال ميديا؟ التخلص منها أول شيء إحنا لازم نبدي ويا أطفالنا. طبعا ملاحظة جدا مهمة، الأطفال طبعا بدوا يفقدون براءتهم، الشباب بدوا يفقدون وقتهم، الكبار بدوا يفقدون مسؤولياتهم. ما حد قاعد يعيش وقت حقيقة، الوقت الحقيقي يعني مسؤولياتهم وواجباتهم، هاي بالنسبة للكبار. فطبعا احنا بنشوف هسه الحالات الأطفال يعني عمره 3 سنوات لازم التليفون. بس يعني هاي المشكلة اللي ذكرتي نقطة، انه احنا لازم نبدأ بأطفالنا، احنا لازم نبدأ بنفسنا، لأن الأطفال من يشوفونا احنا قاعدين 24 ساعة. انت إذا احنا ككبار يعني كعمرنا كبالغين، أكيد الوعي
راح يكون الشخص مدرك لما يكون انسان واعي. انا قبل دقائق قلت لك لازم يعني من المهم جدا انه نعرف طبيعه وندرك طبيعه هذه الشبكات واستخدامها. فلما انت ادركتي طبيعه هذه الشبكات شوفي انا ما انكر انه بها كثير من الامور الايجابيه كثير من الامور الايجابيه، بس بقدر الايجابيه قد يجوز تلقين الامور السلبيه ايضا موجوده. والدليل انه هناك الكثير من المشاكل اللي تدخل بين العوائل بسبب السوشيال ميديا. شوفي بسنه 2005 دخل الفيسبوك، سنه 2004 عفوا الفيسبوك، سنه 2005 فعلوا التويتر، سنه 2010 بدا تفعيل الانستغرام زائدا الفايبر زائدا السناب شات. بهذه الفترة ولحد هذا الوقت تشوفين اللود وهاي الفقرة المهولة اللي بيها المتابعين اللي مهووسين بهم بالأعداد والكميات اللي أنا عندي، هلقد متابعين أنا هلقد عندي أصدقاء، بس هي حقيقة مو أصدقاء حقيقيين، وهميين وهميين بالضبط. فقلت لك هو واحدة من الدراسات اللي حققتها جامعة ليز البريطانية أنه هاي الأشخاص واصلين إلى مرحلة الأمان الاجتماعي، إنه أنا عندي أصدقاء حتى لو كانوا على يعني موجودين على شبكات التواصل الاجتماعي، لكن حقيقة إذا تجين تقولي لي والوحدة ما تنفع الأشخاص اللي متعرضين للوحدة أساساً، ما يعني تنفعهم نهائياً. يعني اليوم هو إنسان يعاني من الوحدة. ليش؟ ما تنفع لأنه هو لازم يختلط face to face مع الناس المقربين إلى والأصدقاء السوشيال ميديا المقربين. ما تغذي هذا أبدا لأنه هذا حالته يعني مرضية نفسية صحية عفوا يعني نفسيا إيه. فهذا إذا ما يكون face to face مع أصدقاء المقربين أهله عائلته أخوانه أصدقائه فعليا ما ينفع هذا التواصل الوهمي. ست اكو اشخاص اوريدي يكونون هم اجتماعيين ولكن مع انخراطهم مع التواصل الاجتماعي او غيره يوصلون الى مرحله العزله. طيب هذين الاشخاص اللي هم اوريدي كانوا اجتماعيين شلون ممكن انا اكسر هذه العزله ويرجعون مره ثانيه الى الواقع؟ شوفي السبب اللي يخليهم واصلين هاي المرحله طبعا الوقت والسريع والتطور السريع اللي انتابنا بالوقت الحالي. هي اكو خوارزميه معينه بالضبط. الخوارزميه هي انه 7% اثناء ما احنا نتواصل ككتابه هذا التواصل جزء منه، 38% اذا كان فويس صوت. طبعا احنا وصلنا هسه حتى الكتابه بعد ما نريدها لانه بدينا يعني شوي بطيئة بالضبط، أريد أسرع. الأسرع هو الفويس الصوتي صح. فهذا 38% يشكل من التواصل بينك وبين الشخص الآخر. 55% لغة الجسد. إذا إحنا شقد نوصل إذا إحنا دا نستخدم الكتابة فقط 7% من أكو بس التواصل. إيموجي يعني خلاص هذا منتهي حاله يعني هذا عبر الوحده حتى يعني فهذا الايموجي يعني المختصر اللي جدا تلقاه هذا حتى بالطياره يعني ما يعرف شو يسوي. هسه خلينا نجي على اليوم عفوا يعالج هذا الخوارزميه وهاي النسب وينتبه على نفسه ايش قد ينطي من التواصل. حتى بطيارك هو واي فاي اكو واي فاي واذا انقطع نتاذى صح. اريد نعرف اليوم نبدي بال يعني كل عائلة تبدي من بداية علاقتها أي نعم لازم يأسسوها بشكل صح فعلا. اليوم احنا نشوف حسنت. اكو بعض العوائل يعني هم قاعدين و24 ساعة كل واحد ايده بموبايل. فنبدي من اليوم خلينا نقول من بداية تكوين العائلة اللي هم مستوهم مخطوبين اللي بلشوا شو يسوون شنو الخطوات الحقيقية شنو الإجراءات حتى يبدون حياتهم بشكل صح من يجيهم أطفال يصير وضعهم أفضل. إذا تدمج ما بين الحاضر والماضي تلقى الحاضر كله فيس تو فيس أولها العائلة بنص المخطوبين فشوف إيش قد أمور أنت راح تتعلم وإيش قد راح تعرف إنه أكو بالعوائل أثناء تواجد الشخص الخاطب بالنسبة لما دا يروح زيارة مثلا البيت خطيبته تدري ترى تساعده بكثير من الأمور اللي راح يكتشفها إنه الأب شنو يحب الأم شنو تكره راح يسمع راح يشوف حقيقة البيئة والتعايش البيئي اللي هو راح يكون به أو جزء منه في يوم من الأيام. هاي طبعا قبل كان الخطيب هسه صارت لا شايف نور الدين يروح نور الدين مدير يعني مسؤول العلاقات يروح لخطيبته
يخلصها كلها تليفونات وضيوف ويرتب مواعيد ويرتب اوكي هذا. افتهم شيء اكيد لا هي افتهمت منه شيء ولا هو افتهم منها شيء ولا راح يفتهم من انا زين شيء يسوي وهذا لازم. سبب رئيسي من تصير يخلي وقت محدد الطلاق. لازم صح اي ضروري ضروري ولما ين ويصدق راح يساهم له الوقت يعني ويروح ويشوف العائله على الاقل يحد من جزء كبير من المشاكل من ضمن المشاكل اكو بعض المشاكل تصير في بدايه الزواج مو بلا شنو بالبدايه قبل هم جاي يجهزون انا اعرف تريد تحكي على هذا تفضل اكو فد شيء ضامي ايه يلا اوكي بدايه الزواج لا مو احنا نريد نبدي ويا ويا العائله من البدايه يعني اليوم من البدايه انا قلت احنا نقول جزء احنا مرينا بهاي التفاصيل بس الشباب اليوم اللي يريدون يتزوجون يخطون هاي الخطوه خلي يبدون حياتهم بشكل صح والله الافضل الاثنين يعني يبدون يتزاورون ما بين العائلتين يعني هي راح تشوف لا خلي يخلون قوانين يعني هل قد وقت للتليفون هل قد وقت للتواصل ما هو اذا مشغول لحد ما اكيد ما راح يقدر يضبط قوانينه بس يعني يساهم نفسه بوقت يقولها باي وقت ترى يعني هي مشاعر هو التواصل هو مشاعر على طاري التواصل اليوم فخليها بامان عفوا ديما خليها بامان انه انا حتى لو خمس دقائق من وقتي راسا بس مجرد صوت تدري قلت لك انا لغه الجسد 55% الصوت 38% مجرد صوت هلا وشلونك انت بخير بس حبيت اطمئن يعني انه انا اليوم مثلا مار لكم او ما راح اقدر امر ست احنا اليوم تفرق. اليوم عندنا مشاكل بنفس البيت داخل البيت يعني هم متزوجين وهم ماكو لغه حوار بيناتهم ماكو تواصل اساسا والاغلب اذا حتى قاعدين بنفس الصاله تلقين مثلا الاب قاعد على التليفون الام قاعده على التليفون اصلا احنا هاي نفتقدها مرات يسولفون بالموبايل صحيح هنا يعني اذا هو فوق وهي جوه يعني تقول ما مشكله يعني. فهاي مشكله اكيد لا لا يعني ما هاي اللي حنقوله يعني احنا بالاخير هو مو قصد فوق وجوه قصد انه احنا نحدد وقت للاسره يمكن احنا من الامور اللي احنا تكلمنا بها في حلقات سابقه استضفنا احد المختصين بالهواتف قال انه احنا نحدد وقت معين لكل برنامج ومجرد ما انه انت مثلا استغليت ساعه او صح. مثلا ساعتين الوحدة البرنامج راح يطفى وبالتالي يمكن انه احنا بهالطريقه تكون بدايه انه احنا نعود نفسنا على انه احنا نبتعد عن هاي يمكن هاي احد الحلول نريد نسمع بقيه الحلول هنا الذكاء الاجتماعي لازم نفعله اللي هو لما اشوف اولادي موجودين زوجتي موجوده رب الاسره موجود بهاي اللحظه شلون ما تكون الامور اشغل نفسي وياهم وليس مع الهواتف ولا ويا شبكات التواصل لانه دا اشوف العدد مكتمل مثل ما يقول العائله صح. كلها موجودين اكيد اني ما افرض على الاشخاص اللي هم مشغولين باوقات معينه لكن هاي هنا يشتغل الذكاء الاجتماعي والعاطفي لازم واحد يزرع شيء يعني مثلا الام شوفي قبل بلال قبل العصر كانت فقره اسمها العصريه صح. لازم شاي كعك او فواكه والله واذا ما يعني ما يكتفون العائله بعائلتهم حتى على الجيران يعني صح. تقولها تعي انا اليوم مسويه كليتشة والشاي والتفاصيل هاي يمي فهو ترى كانوا اولريدي انا قلت لك ما بين الحاضر وال حاليا اولريدي ما نقدر نزرع هسه هيك اشياء جديده؟ اها هو هذا السؤال اللي انت هسه جاوبته ديما ممكن اذا انت شفتي العائله موجوده لابد وان يجمعون يعني ماكو مستحيل ما له وقت بس حتى بالليل اكو وقت فواكه كان فواكه لها وقت يعني اتذكر العائله تنجمع فيعني هي شوفي تفاصيل بسيطه تفاح جدا ملح هو الموضوع ليش يخلون على التفاح ملح صدق؟ لانه حامض التفاح ما ادري تفاصيل ممكن الموضوع هو تراكمي يعني احنا خلينا نتكلم عن احنا قبل يمكن ماكو التليفونات يعني الموضوع مو فجاه صار تليفونات وغيره لا طبعا يعني صار أكيد. اكو فتره التلفزيونات هي من اخذت الواقع تشوفين بكل غرفه اكو تلفزيون والى الان يعني هاي ابسط الامور لو كان صار رحمه اذا عاد التلفزيون نرجع اي بس ما هي على الاقل الناس كلها يعني مجتمعه تباوع شيء يعني حلو الفكره انه هو الخطر كان موجود ولكن هم ما منتبهين الى انه هاي الفكره حتفكك الاسره ما راح تخلينا نجتمع بمكان واحد مع التطور صار الناس استغنوا عن التلفزيونات كثير قاموا يلتجون الى الهاتف هو الموضوع تراكمي اليوم هاي التراكمات وهاي السنين من التعواد شلون انا اقدر يعني مو مال اليوم وليله انا افضها يعني يعني قلت لك هو لازم الاب والام يكونون مدركين وواعين على هذه الشبكات وطبيعه التعامل معها يعني احنا هسه بهذا العمر بدينا نعرف زين اذا الاب اكبر والام اكبر من هذا العمر اذا هم ما وصلتهم الفكره احنا نوصل لهم اياها احنا نوصل لهم اياها ولهالسبب قلت لك نبدي من الاطفال
لازم نشغلهم بوسائل، اكو كثيره، الرسم، انتبه على هواياتي، النشاطات يعني، النشاطات البنت حتى لو كان نقطه جدا مهمه انت ذكرتيها، نشغلهم مو نجبرهم انه احنا ناخذ الهاتف منهم، لان بالاكراه راح يريدون يتعلقون فيه اكثر. لا طبعا، او ما يخالف اني انطيك الهاتف مع الإكراه. بس لما تكمل لي يعني. احنا كنا اكيد يعني الانسان ما يعني معصوم من الخطأ، واكيد هناك امور كثيره وعديده بالتطور تاخذك وتجرفك الى امور اكبر مما انت كنت تدركه بدون بوعي او بلا وعي يعني. فاحنا حقيقه هاي البرامج وخاصه يعني هاي الصباحيه كلش مفيده يعني، واحنا كلش سعيدين بوجودك اليوم يعني. شكرا جزيلا لك صراحه، فعليا توعيه يعني، شئت ام ابيت اللي موجودين واللي دي يتابعون قناة يو تي في أو أي قناة أخرى، فهذا جزء من الأمور اللي نوعي بها الآخرين. فيعني إحنا نظل في صراع أكيد مع هذا الزمن، لكن الحد الأقصى اللي نوصل له ويا الأطفال، أنا يعني أفضل تبدي الأمور من الطفولة. طبعا اكيد. ست اسماء شكرا لك معنا، شكرا للوقت القيم اللي اعطيتينا اياه، وحتى للمشاهدين على مود مثل ما ذكرتي هو توعيه. شكرا لك معنا مشاهدينا، احنا باقين وياكم ولكن فاصل اخير ونرجع لكم. أشعة الشمس العالية القريبة دائما من القلب هي العدو الأكبر لكثير من الأطعمة خلال فصل الصيف. بمجرد ما تكون الأغذية في جو حار وحرارة مرتفعة راح تتحول إلى سموم حسب ما يقولون الأطباء، تسبب لمن يتناولها مضاعفات صحية كثيرة. لذلك أساليب حفظ الأغذية مهمة حتى نتجنب تعرضها للتلف أو التلوث. نعم، مختصون حذروا من شراء أو استهلاك المواد الغذائية أو المشروبات المخزنة في أماكن مكشوفة تحت أشعة الشمس، وأكدوا أن لكل مادة غذائية شروط تخزين خاصة فيها. فمثلا المي البلاستيكي وأكياس الشيبس الورقية كلها تحتوي على مواد حافظة تتفاعل أثناء الحرارة وتتحول إلى بكتيريا سامة. الاستهلاك الغذائي حالة فيها كثير من المحاذير اللي راح نناقشها مع رئيس جمعية المستهلك الدكتور سند الأعرجي. مرحبا دكتور، سعد صباحك. أجمل صباح. شلونك دكتور؟ أستاذ بلال إن شاء الله الأمير، أستاذ بلال الأمير ديمة بنت ذاك الشخصية الرائعة اللي يحبونها العراقيين، أستاذ وميض الله يحفظه ويطول لي بعمره، وهذا الشبل من ذاك الأسد، بل هذه اللبوة من ذاك الأسد. تفضلوا. طبعا احنا اليوم الموضوع جدا مهم، وكثير احنا نشاهد انه يمكن احنا مارين بالشوارع نشوف الأسواق حاطين المي وغيره برا وقاعد يتعرض لشيبس. موضوع الشيبس يعني صراحة كأنه موديل، وهذا أخطر شيء. سكاكين يعني يا ريت هذا هذا شنو، ما إلا ناس تراقب يعني. هنا للأسف الشديد أستاذ انعدام الرقابة. واحنا في جمعية حماية حقوق المستهلك سمينا اكو ارهاب. احنا مو اكو ارهاب من داعش يقتل الناس، هذا ارهاب غذائي. يعني هي شنو، اذا عبوة غذائية معرضة للشمس، هسه نقول الاساس العلمي ماذا يحدث بهذه العبوة الغذائية. ديننا الى تفاعل بين العلبة وبين الاغذية، وبالتالي تصير سموم، فسميناه إرهاب غذائي. هو من يشتري هذه الأشياء البسيطة؟ يعني مثلا معلبات، هي تكلف مثلا المعلبات على سبيل المثال للحصر، هي تكلف 2000 دينار. زين من يبيعوها 750 أو 500 دينار، إذن هي بها بالإنجليزي دمج بها يعني ضرر، عافية بيج. زين فنرجع، خلي أنا لو تطوني أستاذ بلال أنت وسديمة عطوة إعلامية ضمن أركان العمل. أنا أريدكم أي واحد يجيكم تقولوا له الأساس العلمي بالموضوع. صح. وراه أسئلة محضرت لي ست ديمة، هاي كم ورقة هواي، أنا مستعد أجاوب كل الأسئلة. الأساس العلمي، إحنا عندنا مفردات شمس، حرارة، حرارة أغذية، زين غذاء، حرارة، أي غذاء يتلف بواسطة الحرارة بواسطة الضوء. تلاحظون شلون الضوء، ستقولوا لي شنو علاقة الضوء
أقول لكم الأساس العلمي، وأنا أردبت أعد عن المعادلات الكيميائية نهاية ندرسها بالماجستير والدكتوراه خوايا نحكي بيها. زين هذا الضوء، يعني أنت من تشتري، أنا كنت بالأردن، نعم، عبوة مال زيت الزيتون غالي جدا وبفوائد كثيرة للإنسان، حتى ذكر في القرآن الكريم زيت الزيتون. إذا أنت اشتريت زيت الزيتون وطيتها عبوة جايبها وياك من البيت، مو لونها قهوائي يعني مو غامقة، راح يدخل لها الضوء صح والحرارة يتلف. شو نسميها باللهجة الدارجة؟ طبعا على مستوى الدراسات العليا نقول صارت بها رانسيدتي، باللهجة الدارجة أم البيت مدى تعرف شو أقول، أقولها تصير بها زناخة. اللغة العربية الفصحى زناخة أو زرنخة، يعني تشتمها، بس تشتم الزيت ما تقدر تاكله. اللي قال أستاذ بلال يعني هذا شيبس، هو شنو تشيبس غير بطاطا وقلية بزيت؟ زين منها زيت يصير بتفاعلات بيتا أكسدة بيتا، يسموه بيتا أكسديشن، هسه شوي يريد نبتعد عنها. زين هذا التفاعل الحرارة يخلي التفاعل. الأساس العلمي المادة الغذائية من تكون كاملة، يعني شون أوضحها للمشاهد البسيط؟ إحنا مثل ما عندك آلة وزن، مو خلي نقول تتقبل منك الدولار الواحد أو الدينار، من تخلي لها 100 دولار ما تتقبلها، فالغذاء راح يتحلل. ال 100 دولار تتحلل إلى 50 دولار إلى 20 دولار. إحنا سماكو دولار عراقي بس. عراقي يلا دلل دلل دلل، ما عندك أنت هواي عندك دولارات. لا مو ممنوع عدل، لا يعني هي هاي ترى عملة عالمية، يعني تريد تدخلني مدخل سياسة، إحنا ما نحب أمريكا، غزت العراق يلا. زين ترى أنا حتى مرة سديمة، يعني كل الناس اللي أروح يقولوا لي أنت تفتهم بالسياسة بس ما تحكي بالسياسة، خلينا بالعلم بالعلم والغذاء مو تمام بالعلم. يعني 100 دينار أسج أدنى أعلى عملة جد 50 دينار، 50 دينار ما تخليها بآلة ما راح تستقبل، تريد أدها تتعرف على الدينار الواحد. هكذا نأتي على البروتينات، البكتيريا ما تقدر تأخذ البروتين رأساً كله، من يتحلل بواسطة الشمس موضوعة البحث إلى بولي بيبتايدات ثم بيبتايدات ثم إلى شنو أمينو أسيد، الجزيئات الأخير الأمينو أسيد، هذا الحامض الأميني الوحدة الواحدة بالبروتين تجيها البكتيريا بواسطة حرارة، تحررت بالشمس مو تحللت، البروتين تحلل أو الدهون تحللن، تجي تشتغل بكتيريا يصير أدنى تفرز سم. هنا لابد أن أشير، البكتيريا بيها سموم تفرز سموم خارجية إكزو وإندو إنزيم، يعني نسميها التسمم، السم الخارجي من البكتيريا والداخلي والداخلي، يعني البكتيريا مره هي نفسها تسوي لنا اسهال دياريا وفوميتنج، يعني قي وهدك راسه يوجعه، ومره لا تفرز السموم كلهن. بكتيريا مثلا يسموه التسمم البوتشيليني، يعني جت من كلوستريديوم بوتشيلينيوم، تجي اديك الليستيريا الاستافيلوكو بكتيريا، يعني سال المشاهد شو يفهم بينها، بس طيب سواء الدهون او شنو او البروتينات والسكريات. نرجع على الشيس مال الشيبس، شمس حاره حللتها بدت تزنخ باولا الغذاء، هذا راح يسممه للطفل، الطفل ما يهمه يفتح يشتم يريد ياكل، والله الطفل من يجوع تدري شنو جربه وياي خلوا له فد شيء شويه بيه تربه والله ياكل. دكتور بالحديث عن الشيبس، اكل بعض اوكي هم يخلونه برا ولكن يخلون مظله، بس هو الى الان متعرض للحراره، يعني حراره بعد بالضبط، فخلنا نوعي انهم على بالهم انه اذا حطينا احنا مظله برا فهو خلاص، يعني احنا حافظنا عليه. يعني سديمة انت جبتيني على شغله، نقول فيتامين دي يتصنع جوا الجسم مو استاذ بلال، اقعد بالشمس ها فد نص ساعه، انا ما اقول لك هو اكو فد شيء بالانجليزي تعرض، يعني انت تتعرض للشمس مو تقعد جواها ويصير بيك هذا المرض، ضربه شمس، ضربه الشمس عافيه بيك والله عسل، انا نسيت ضربه الشمس، انت تتعرض بس تقعد بالحديقه بالفي شافتك اشعه الشمس زين وهكذا. زين هذا ايش قد يتعرض الشيبس، زيت الزيتون، اي غذاء، ترى اي غذاء يجب ان تخوش بالتوطئه مالتكم بالمقدمه، قلتوا اساليب الحفظ،
شوفوا انصح المشاهد الكريم. نعم. اشتريت لا حياء في العلمولة، اكو هواي ينتقدون استاذ بلال، ينتقدون ليه؟ يا اشتريت ايه قاعدين اكو عندهم دكتوراه بالانتقاد، ليش قلت فلان استاذ بلال ليش قلت هاي الكلمه سدينا سديمه ليش قلت يابا انت دا نقول له احنا لغرض نصيحه طبيه صحيه. اشتريت كباب، كلت نفر كباب، اخذت للبيت كباب للاهل، انت ورا ساعه اذا ما تحفظه بالثلاجه يبدا تزنق ويبدي طريقه الحفظ بالتبريد، افضلهم طريقه الحفظ بالتجميد. هسه يمكن هذا اكو سؤال شو نفسه مو بالله التجميد والحفظ كل ما يكون لا اشوف السؤال عن الكباب يعني صراحه دكتور يعني احنا عاده يمكن كثير من الحالات تصير تسبب تسمم مو فقط مجرد انه انا ورا ساعه اكلت، مجرد ما احنا ناكل كباب يصير عندنا حالات تسمم، فبالتالي يرجع الى موضوع انه حتى اللي يسوون الكباب هم اكو يمكن طرق لحفظ اللحم وطبخه او غيره. استاذ هو يبدا التسمم يعني الغذاء مره الكباب هو بالحراره، هاي الحرارة تقتل أغلب أنواع البكتيريا إلا بكتيريا واحدة يسموها ثيرموفيليك بكتيريا، ترجمتها شنو؟ البكتيريا الآلفة الحرارة أو المحبة للحرارة، مو تمام؟ لكن وين يصير تسمم؟ هو الكباب مو شوى؟ نحكي باللهجة الدارجة بعيدا عن التزويق اللفظي واللغة العربية فصحى، هو شوى بس هو إيده بيها بكتيريا. البكتيريا شنو؟ هي اسمها بالإنجليزي مايكرو أورغانيزم، الأحياء الدقيقة التي لا ترى بالعين المجرد، إيده ملوثة. قاس الكباب هو هنا صار الكباب معقم يعني من ناحية غذائية، هم إجاك البكتيريا أو الفيروس إلى آخره. وأحياناً مين شوي بس من برا بعض أي يعني، لذلك الأفضل رأيي الخاص أنا يعني هاي خلال هالسنين يعني 48 سنة. بس هي هسه مال الكباب ساعة بيش هسه 12 و10 أروح للبيت؟ لا هي مال الكباب هسه لازم نعزمك يعني. بس يا كباب فلوجه هسه لا استاذ تدري شنو؟ كنت بالاردن كباب مال هذا اللي يسموه مو دعايه سوي لا مو دعايه بس مو لا جايك دا احكي عليهم لا استاذ بلال دا احكي عليهم هذا شيء يسموه المنصور كباب حج حسين بعد واحد لا زرزور شو اسمه؟ اي فلوجه يعني مو هذا لان هناك تدري شنو؟ ضعف السعر بالاردن. طيب يلا دكتور انت ذكرت موضوع جدا مهم وانت عرجت عليه ومشينا به اللي هو المعلبات منو يشتريها؟ الفقير واكل بعض يمكن يحتاج انه يشوف السعر اقل فبالتالي يشتريها. اليوم احنا شقد اهميه انه نوعي ومو بيرخص السعر قد ما احنا نتاكد من كثير من الامور، اهميه التوعيه. شوفي الست انا ردتك تسنديني يا بنتي يا سديمه، انت مهندسه تخلصيني من استاذ بلال يريد يجيبني على القضايا السياسيه، هسه انت هم جبتيني على القضايا. زين احنا هو بس ارد اسالك سؤال، احنا ليش نسمح للاغذيه المعلبه او الاغذيه المجمده؟ يعني ذاك اليوم في اعلانات يابا يوجد لحم مجمد الكيلو ب 6000 5000 دينار. طبعا يعني هذا زين، انا ليش اخلي الاغذيه الفاسدة أن تدخل من المنافذ الحدودية؟ ليش ما أمنعها من هناك؟ هذا واحد مو تمام؟ مو أكو رقابة جهة رقابة هنا، ليش ما أفعل؟ إحنا هسه هاي جمعية حماية المستهلك، يعني ناس إذا نريد نسوي مؤتمر علمي ومؤتمرات توعوية والله نجيب من جيبنا كل واحد 50,000 دينار، ماكو دعم. وأنت من تريد تجدد بالدعوة من عبر قناتكم إلى دائرة المنظمات غير الحكومية يا بساندوا الناس اللي يريدون يخدمون شعبهم، أنتم يعني روح جيب التجديد يعني يمكن نخلص الحلقة على متطلبات. ليش؟ لأن أكو منظمات غير حكومية هدفها الربح، مو أنا ما أريد أحكي بالسياسة، وأكو منظمات لوجه الله يقول لك إحنا باكر عقب نموت خلي نفيد شعبنا. 100 مرة نقول له يا المواطن الكريم من تشوف علبة معلبات منتفخة لا تأخذها، يعني هاي البكتيريا سوت غازات. أكو مسألة أحيانا يجي يقرأ الليبل اكسباير الاكسباير الانتهاء، بس هي شنو المشكلة وين يقولون؟ إنه المشكلة مو بس بالاكسباير، يعني حتى لو هو اكسباير بعد فترة نعم، لكن هو اصلا ما محفوظ بطريقه صح، هو كان بالشمس الحفظ بالشمس. احنا استاذ شوف اكو هاي السياره الكبيره يسموها سياره مبرده، ماكو اللي يجيب بها ايس كريم برادات باللهجه الدارجه، هذه استاذ قسم منها بيني وبينك
يعني اكو شغلات فلسفيه، يعني واحد يلقفها، هذا السائق شو يسوي اذا يفتح التا اي سياره تفتح التبريد يصير البنزين ضعف، صح لو مو صح؟ فهو شو يسوي يطفيها خاصه اذا يمشي ويفتح التبريد مشكله، فيطفي المبرد الجو وبالتالي حتى البنزين، يعني استغفر الله. يعني العراق هذا البلد العظيم، بلد دجله والفرات، صرنا كنا القائمه ثاني قائمه بالغش، ها، ومن ضمنها الغش الغذائي والصومال. هسه لا احنا صرنا بعد الصومال. يعني مو ساد، انا تدري طبعي من احكي القضايا السياسيه انتوا هذا هم دوركم، دورنا ساد احنا تجمعيه، مو انا تدري مستقل يعني ما يا به، هذا اخطاء كبيره. يعني انت هسه احنا بالجيش من كنا، يعني تدري الخريجين كلهم يصيرون جنود راقين وضباط احتياط، صحيح. عندك لواء تحاصره بس تقطع عنه الارزاق الجافه هو سائله يموت، مو يسموها الحرب السوقيه. يعني الغذاء كلش مهم، صح. زين انت يعني ايش قد تسمموا اذا زين، انا اذكركم الافلاتوكسين سموم بالحنطه والشعير، بالحنطه الشعير الحنطه فتره بال 72 ماتوا ايش قد بالافلاتوكسين، يعني كلمه افلاتوكسين السموم الموجوده وين بالرز، هوايه ماتوا. ليش يجيبوا لك اياه هو متسمم وبفطر؟ هي بالمناسبه الاحياء المجهريه، اما بكتيريا او فطر في سوريا يسموها كليه الصيدله وكليه التحليلات المرضيه، الفطور جمع فطر، فطريات هي احنا بالعراق نقوله، والفيروسات تلاحظ شلون هاي من تكون بالغذاء تنمو وداخل المعده والامعاء فيصير أدى شنو. وهنا أنا دعوه من واحد يصير أدى تسمم غذائي، شو نسوي؟ إذا عندكم يابا شوية فحم بالبيت، أكو أقراص تباع بالصيدليات المتسمم، أقراص هيجي مع الفحم، فحم طبيعي، الفحم هذا الطبيعي اللي ما عنده فقير من الفحم يذوبه بشوية بمي بقدح ويشربه فيمتص شنو السموم. إذا ماكو عندنا شرب فحم؟ فحم يا أستاذ، حتى قبل ما يموت أنت من تودي إلى المستشفى هالازدحامات ما راح قبل ما يموت أنت تطيه يعني خلينا نسميه باللهجة الدارجة جرعة من الماء والفحم. هي أكو حبوب أستاذ، صح، حبوب أو لا بالصيدلية فحم سائل، هو فحم يمتصه، ايه. هذا إذا ما عندك بالفحم هذا طحنة حتى وتخلي له شوية أيضا مواد، يعني حتى خصة إذا طفل شكر، إذا ما أكو عندك تخلي اللبن يشرب لبن، هو عادة صراحة المتعارف عليه اللبن، اللبن هاي عند الناس البسطاء، لأنه يا إنسانة ربة بيت تحفظ، شوف المثقفين يخلون قطع فحم بالثلاجة حتى تمتص الروائح الكريهة. أي فحم؟ أي فحم، هذا الفحم هو شنو؟ هذا الفحم، هذا الفحم ما الثلاجة كل يسويها صار يسوي طبعا، بس واي اكو حكي هذا طبعا على شلون نخلص زين، او لا باللهجه الدارجه يشربوه ماي زايد ويخلوا له فد عمليه بحيث يصير قي استرجاع في اللغه العربيه، فصحى يعني بالانجليزي فوميتنج، حتى نخلص ليموت انت حصله. لكن هذا انتوا ما شاء الله عليكم تجيبون 10 حلقات بحلقه واحده وتعالي سنه تكون فهمت مو استاذ بلال، احنا دائما نريدك تكون متواجد معنا بس انت تكون مشغول. الله يبارك فيك، بدليل يعني انا مريض والله الاول البارحه جيت من الاردن والحمد لله على السلامة يا عيوني استاذ بلال، انا افرح من اشوفك ما شاء الله آه وجهك ما شاء الله، لا هو يا صحتي العامة لا استاذ، ايه. انت تجبر بخاطري صحتي العامة، لا لا ما شاء الله انت حارمني وما راحتك، لا ما شفتني انا امشي على عصاي استاذ دكتور، بلي ايوه. انت رجال حارمني، ايه هذا ممنوع، هذا لا تاكل، هذا يسمن، هذا يصعد من ادري شنو، وانت ما شاء الله ماخذ راحتك. لا استاذ بلال انت تتذكر، لا لا استاذ بلال تتذكر انا شلون كنت سمين، اي صح، مو نزل وزني للنص، بس قصدي احنا دائما على ذكر سمنا يا ابتعدوا عن الخبز، خليه نص خبزه، ايه. رغيف مو اكو جماعه، انت دكتور بروفيسور شنو تقول خبز يا ابا، شو اقول رغيف بدل من رغيف نص رغيف، مو اكو دكتور، اكو دكاتره قاعدين ركبوا نص بس يعني انتقادات، صح، وتلقاه فارغ. احنا وقت حرامات وقتنا انتهى، نقول لك كلش نشكرك ان شاء الله صحه وعافيه، وان شاء الله نشوفك بالحلقات الجايه. احنا جدا سعيدين بتواجدك، وانا اسعد وياكم والله، لو مو اعزاء هاي القناه لا طالما هي
تحكي بحموم المواطنين فانا اجي بس ماكو سياسه انا ما لا لا ماكو. تسلم يعطيك العافيه يا هلا بنتي ديمه بنيتي باش مهندسه. تسلم. شكرا. تحياتي للسيد الوالد ان شاء الله يوصل كل العراقيين يحبون استاذ وميض بال سادة. شلون كنت تشجع بشرفك؟ طبعا اي بالرياضه شايباني يشجعه وين المملح. لا شوف بس يصغر نفسه. والدي بعده صغير بس هو صغير بعده هو شاب يلا يعني مساء المملح. طبعا شكرا دكتور. مشاهدينا مع هذا الحوار الممتع وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع بقيه برامج اليو تي في من صباحكم، نقول لكم في امان الله.